ومن أمام قاعة محاكمة البشير في الخرطوم ينضم إلينا مراسل الغد محيي الدين جبريل. محيي، ما الذي دار في هذه الجلسة؟ نعم أحمد، الذي دار في هذه الجلسة هو الاستماع إلى شهود الدفاع، كما استمع أيضا الاستماع إلى شهود الاتهام أولا، وبعد ذلك كانت هنالك مرافعات من هيئة الدفاع عن البشير والتي يترأسها المحامي المعروف أحمد إبراهيم الطاهر، وهو كان قياديا في الحزب الحاكم سابقا، إضافة إلى أنه كان يرأس البرلمان السوداني. هيئة الدفاع يعني بعد انتهاء الجلسة وتأجيل أو تحديد جلسة السبت المقبل، قال للصحفيين أحمد إبراهيم الطاهر إن موكله عمر البشير سيخرج من هذه التهمة كما لم يكن، كما رفض الخوض في تفاصيل إضافية عن اعتقاده هذا، ولكنه أردف قائلا إن كل ما يملكه البشير، قال هما مزرعة شرقية الخرطوم إضافة إلى منزل في الخرطوم، وقال إنه يمتلك حسابين بنكيين فقط بالعملات المحلية، أحدهما حساب ينزل فيه راتبه التابع لرئاسة الجمهورية، وحساب آخر يخص مزرعته التي تنتج الألبان والبيضة بحسب رئيس هيئة الاتهام. أيضا أحمد، دعني أن أشير إلى معلومة مهمة، هو أن المحاكمة حضرها حوالي 50 من أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، إضافة إلى عدد من أفراد عائلته، شاهدت واحدة من شقيقاته، إضافة إلى عدد من أبناء إخوانه وأخواته، أيضا خرجوا من المحكمة وسط أجواء مؤثرة بين أفراد العائلة وأنصار الرئيس السابق. نعم، وهو قد كلف 50 محاميا؟ هيئة الدفاع تضم في عضويتها نحو 80 من المحامين المؤيدين للبشير، الآن هذه الجلسة حضرها نحو 50 فقط، هم الذين حاولنا أو استطعنا أن نحصيهم بطريقة عشوائية رغم الازدحام، ولكنهم تقريبا 50 من جملة نحو 80 محاميا، بعضهم بقي خارج القاعة التي لم تسع الحاضرين من الأفراد العائلة والصحفيين الذين سمح لهم بالدخول بدون كاميرات، إضافة إلى عدد من أنصار الرئيس السابق الذين ربما للمرة الأولى نستمع إلى هتافات مؤيدة للنظام السابق كانت الآن خارج المحكمة من عدد من أنصاره على قلتهم. محي الدين جبريل مراسل الغد، كنت معنا من أمام قاعة محاكمة البشير في الخرطوم، شكرا لك.